عسكرية أو مدنية معرضة لخطر حقيقي في البحر المتوسط، حيث إن منطقة البحر المتوسط وشمال أفريقيا صارت بفعل هذا العدوان العسكري السافر وهذا التصرف غير المسؤول صارت ميدان حرب فعلية، وإن مصالح الدول ستتعرض للخطر اعتبارا من الآن في منطقة البحر المتوسط بسبب هذا التصرف العدواني الجنوني الذي ليس له ما يبرره اطلاقا عدا كونه عدوان استعماري صليبي كفيل بإشعال حرب صليبية ثانية على نطاق واسع. الشعب الليبي الشجاع يتصدى لهذا العدوان الاستعماري الصليبي بكل عزيمة قوية وثبات وشجاعة وصبر واستعانة بالله. يدعو شعوب ومواطني الأمة العربية والإسلامية والأفريقية وشعوب أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا للوقوف مع الشعب الليبي البطل في تصديه لهذا العدوان الذي لا يزيد الشعب الليبي إلا قوة ووحدة وصلابة بجبهة وطنية داخلية متحدة. يجري الآن فتح المخازن وتسليح كل الجماهير بكل أنواع الأسلحة دفاعا عن استقلال ليبيا ووحدتها وشرفها.